بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر شو تي في اللي حاضره معنا وماكوبا هذا الدوري ديال النسخه ديالو الثالثه اللي منظم من طرف جمعيه اجيال دوسي. وهاد النسخه هذه عرفت واحد المشاركه يعني كثيره من طرف فرق كينتميو للجامعات القرويه باقليم العرائش، الا ان القانون حيث وصلوا الى 54 فريق مشارك، الا ان احنا بالنسبه لنا يعني القانون كيحتم علينا 32 فريق، وهذا الشيء كيدل على النجاح ديال الدوري من خلال هذه المشاركه. كذلك كنشكر السلطه على راسها رئيس الدائره والقياد اللي حاضر معنا، وكذلك الدرك الملكي ورؤساء الجامعه الترابيه لاقليم العرائش، وكذلك كنشكر هذا الجمهور اللي حاضر معنا بكثافه، وكذلك الصحافه، وكذلك يعني الفرق المشاركه، وكذلك رؤساء المصالح النائب الاول المجلس الاقليمي. وهذا المجهود اللي كيتبدلوا الجمعيه واللجنه المنظمه واحد المجهود كبير في انجاح الدوري رغم الامكانيات اللي هي محدوده، الا حنا كنحاولوا ما امكن اننا نساعدوا هذه الجمعيه باش ننجحوا هذا الدوري باش يعطي واحد الصوره مشرفه لجامعه طريسان الجنوبيه باقليم العرائش، وكنحاولوا ما امكن ان نحثوا الشباب على المشاركه يعني في القطاع الرياضي، لان كما كتشوفوا الحمد لله الدوله ولات كتسهر على اكاديميات مؤسسات باش يختاروا يعني الشباب باش يتكونوا ويشاركوا في النوادي المغربيه ونوادي اوروبيه، وكذلك لما احنا لا احنا الحمد لله يعني من هاد الشباب انهم يتسجلوا في هاد الاكاديميات ونختاروهم، ولما لا يشرفوا ريسانات ديالنا الجنوبيه واقليم العرائش ويكونوا يهزوا الرايه المغربيه. وكذلك كنشكر مرة أخرى المجهودات الجبارة ديال الدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا الدوري هذا بالنسبة لنا احنا كمجلس جامعة طريسان الجنوبية إن شاء الله احنا دابا كنشتغلوا على الإيجابيات والسلبيات، السنة المقبلة إن شاء الله يعني كنوعدوا الجمهور أيكون أحسن إن شاء الله باش يعطينا واحد الصورة مشرفة على ريسانة الجنوبية. نعم بالنسبة لهذا السؤال مهم، إلا احنا بالنسبة لنا الحمد لله كاينه واحد البرنامج اللي عندنا ملاعب القرب، ثلاثه الملاعب القرب اللي تعطاها طريسان الجنوبيه هما دابا في الدراسه، لان دابا احنا بالنسبه لنا المديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والتعليم لان هي المكلفه بالنسبه لهذ الملاعب القرب، نحاولوا نعملوا ملعب القرب، ولكن بالنسبه لنا احنا خصنا نصفيوا الارضيه لان الارضيه تابعه للمياه والغابات، احنا كنقوموا بالاجراءات وكان عندنا لقاءات مع المدير المياه والغابات مشكور من هذا المنبر لانه هو كيتعاون معنا باش انه يفوتنا هذا الملعب هذا، وان شاء الله غنديروا له واحد الكروكي ان شاء الله، وان شاء الله اننا نمشيو للجامعه او لوزاره الشبيبه والرياضه باش انه هذا الملعب يصبح معشب ان شاء الله، باش تكون واحد المشاركه الفرق اللي تكون هنا يعني تكون ظروف ملائمه ديال المشاركه وتكون عندنا واحد الصوره مشرفه بالنسبه لريسانة الجنوبيه. اولا وقبل كل شيء نتوجه بجزيل الشكر والعرفان الى جلاله الملك محمد السادس نصره الله على الرعايه الكريمه والدعم الكبير الذي قدمه للرياضه المغربيه وخاصه كره القدم، حيث اصبحت المملكه تحقق انجازات عظيمه على مستوى القاري والدولي بفضل توجيهاته الحكيمه. اما على مستوى دوري دوسي في نسخته الثالثه فقد شهد نجاحا باهرا بفضل الجهود الكبيره التي بذلتها اللجنه المنظمه. نتوجه بالشكر العميق للجنه على تفانيها في ضمان تنظيم احترافي وسلس للبطوله، مما ساهم في خلق بيئه تنافسيه حماسيه بين الفرق المشاركه. كما لا يفوتنا ان نقدم جزيل الشكر الى السيد محمد الخربوعي رئيس جماعه ريسان الجنوبيه الذي لعب دورا رئيسيا في دعم هذا الدوري وانجاحه خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعيه المنظمه. دعمه المستمر يعكس التزامه بتطوير الرياضه المحليه وتعزيز الروح الرياضيه بين الشباب. بالاضافه الى ذلك نود ان نشكر قياده ريسان الشماليه او قياده ريسان ككل وكل ما ساهم في انجاح هذا الحدث، سواء ريسان الشماليه على راسهم السي محمد عسو، وكذلك ممثل جماعه الساحل، وكذلك نشكر جميع من ساهم في انجاح هذا الحدث الرياضي سواء من خلال الدعم اللوجستيكي او المشاركه الفعاله في جميع جوانب التنظيم. الدوري عرف مشاركه 32 فريق من مختلف الجماعات الترابيه، مما اضاف واحد طبعا خاصا على المنافسات التي جرت في جو رياضي مثالي. الفرق المشاركه ابنت على مستوى جيد وروح رياضيه عاليه
أحسن دوري في المستوى يستحق كل الاحترام والتقدير. شكرا جزيلا. نمشي بالدوري بعيد وكنشكر العربي اللي كان ذا معنا كامل الفارس بالماركات.